يريد هولجر فورك وزوجته كارولين بناء منزلهما بطريقة صديقة للمناخ وباستخدام مواد طبيعية. عدنا إلى القش والطين غالباً، لكن بنسخة عصرية. لكن هل سينجح الأمر؟ يبدو الأمر تجريبياً للغاية، وهو ما يرهق أعصابنا بعض الشيء. سوف نتابع هولجر فولك وزوجته كارولين على مدار عام أثناء بناء منزلهما من القش. في هذه الأوساط، لا يعد البناء الحديث من الصفر خياراً متاحاً. هدفهما هو إعادة استخدام المواد وإبقاؤها متداولة. الجدار مدمر، ولكن طالما أن معظم المبنى باق على هذا النحو فلا بأس. أنا منزعج من أساليب ابني، ليس منه شخصياً بل من أساليبه. التغيير الجذري مطلوب. يعد قطاع البناء أسوأ مساهم في تغير المناخ إلى جانب النقل، مما يمثل تحدياً حقيقياً للعلماء والخبراء الذين لم يأخذوا البناء البديل على محمل الجد إلا مؤخراً. اعتدنا أن نضحك على الأشخاص الذين يستخدمون الطين والقش في البناء، معتقدين أن ذلك لا علاقة له بأعمال البناء الحقيقية التي تتضمن الخرسانة أو الطابوق أو الطوب العادي، والتي تعد كلها مواد غير قابلة لإعادة التدوير. ذلك ما كنا نفعله، لكنني ما عدت أضحك على القش والطين، بل على العكس. إنه شهر ديسمبر من عام 2021. كارولين وهولجر تركا حياتهما السابقة في نورنبرغ واتجها إلى بورغنلاند في النمسا. إنهما يريدان تحقيق حلمهما الذي طال أمده في بناء منزل من القش بالقرب من مدينة غراتس والحدود الهنغارية، وهو المكان الذي يجذب سكان فيينا وألمانيا المنهكين على حد سواء، المتطلعين للاستقرار في مكان شبيه بالجنة حيث الكثير من المساحة والأراضي بأسعار معقولة. سوف نزرع الكثير من الأشجار الصغيرة هنا. أصبحت الأرض ملكنا أخيراً، تم تسجيلنا في السجل العقاري. نحن نقف هنا في المكان الذي سنبني فيه منزلنا. سنستخدم في بنائه بالات القش لبناء الجدران، وسيكون السقف من الخشب. كان هذا الجزء الأصعب، وهو الطريقة التي سندعم بها السقف. أنا إنسانة عادية، ويسعدني أن يكون لي رأي في تصميم منزلي، لكن الأهم من ذلك هو أن يكون البناء متيناً. أكمل كلاهما العديد من ورش عمل البناء اليدوي باستخدام القش، ويريدان الآن بناء بيت ضيافة دائري ومنزل رئيس، والقيام بمعظم العمل بنفسيهما. بداية البناء والتحدي الأكبر الذي يواجهانه سيبدأ بعد شهرين إذا حصل على جميع التصاريح. إنهما يستخدمان منزلهما المؤقت القريب كمخزن للنوافذ والأبواب المستعملة التي يجمعانها لإعادة استخدامها من أجل الحفاظ على المناخ. سوف تغطي مدخراتهما تكاليف بيت الضيافة، لكن لا أحد يعلم كيف سيواصلان العمل بعد ذلك. تأخذ كارولين استراحة من وظيفتها كمصورة، بينما يواصل هولجر العمل كمتخصص في تكنولوجيا المعلومات. لقد صمما جزءاً كبيراً من المبنى بنفسيهما بالتشاور مع خبير في البناء بالقش ومهندس معماري. لحظة الحقيقة تقترب، حيث سيقدم الزوجان مخططاتهما لرئيس البلدية، وهما لا يرغبان في أن يكون منزلهما متصلاً بنظام الصرف الصحي في موطنهما ألمانيا. ذلك أمر غير وارد. مرحباً، مساء الخير. مرحباً، أهلاً بكما في جماعتنا. إنه مشروع ضخم. نعم، وهو يتوسع، لكنه ليس خيالياً. هل تودين بدء الحديث يا كارولين؟ سوف نبني الجدران الداخلية من القش ونكسوها بالجص بأنفسنا. في منزل طفولتي كان لدينا قب صغير للنبيذ بنيناه من الطين والقش. تلك تجربة لن أنساها أبداً. بالنسبة لتقنية الصرف الصحي، سيكون لدينا نظام تدوير للمياه الرمادية، وهو نظام تنقية نباتي. وبالنسبة لمياهنا السوداء والفضلات البشرية، سنستخدم مراحيض الأسمدة. ستكون شبكة مغلقة في الأساس. سيكون هذا التصميم الأول من نوعه في المنطقة هنا. هذا نبيذ أودلر فريتسانتي الفوار من عام 2021. ليس سيئاً.
إذن في نخب منزل القش الدائري؟ في نخب منزل القش الدائري. الموقف شبيه بلحظتي، والآن يمكنكما تبادل القبلات. كنا متوترين في البداية، لكن عندما أوضح لنا رئيس البلدية أنه يتشارك معنا في رؤيتنا شعرنا بالارتياح. كنت أبكي من الفرحة، إنه شعور جميل جداً. هذان الزوجان غافلان عن العوائق الحقيقية التي تنتظرهما. على بعد ساعتين بالسيارة إلى الجنوب في سلوفينيا، أثار موضوع البناء المستدام اهتمام شخص آخر، وكما هي الحال في ألمانيا، لابد من معالجة نقص المساكن وأزمة المناخ في وقت واحد في الدولة الواقعة في البلقان، ولكن بموارد أقل. العديد من المنازل القديمة بحاجة إلى التجديد، ويتم تبديلها بمبان جديدة رخيصة الثمن. أندري فيدرشيك، الناشط ضد ثقافة الهدر ومؤسس جمعية لمكافحتها، يرى أن هذا سيزيد الأمور سوءاً، فهو يرى أن المنازل العائلية المتداعية والعديدة في سلوفينيا يجب أن تكون جزءاً من الحل. بحسب الإحصائية غير المعقولة، هناك 70,000 منزل وعلى مساحة 200 متر مربع يعيش شخص واحد فقط، لذا هناك فكرة السكن المشترك لتجديد هذه المنازل القديمة والحصول على منزلين من منزل واحد. يريد الناشط في مجال مكافحة الهدر أن يكون قدوة حسنة في المكان الذي ترعرع فيه، حيث توجد آخر مزرعة في جالتس، لقد اشتراها ويرغب في ترميمها. في هذه الأثناء يريد أن يعيش في منزل من تصميم وكالة ناسا. تعتبر السقيفة القديمة جزءاً من مشروع البناء الخاص به أيضاً. يريد أندري فيدرشيك إعادة تدوير جميع المواد المستخدمة قدر الإمكان من أجل الحفاظ على الموارد. بناء المنازل في سلوفينيا يعتبر شأناً عائلياً، وقد قام أندري بالتعاون مع والده رادوفان بإعطاء تأشيرة مرور لجميع المواد الموجودة، بحيث يمكن معاملتها كمواد قابلة لإعادة التدوير بدلاً من أن تكون نفايات في المستقبل. وحتى المنزل المصمم من وكالة ناسا الذي سيأويه خلال فترة البناء هنا سيعاد استخدامه بعد ذلك. إذن هناك أنواع مختلفة من التصاميم الخالية من النفايات، فهذا البناء مجمع بحيث يتم تفكيكه إذا لازم الأمر. إنه عبارة عن قبة قابلة للتفكيك. هنالك حقيقة علينا جميعا إدراكها، وهي أننا نعيش الآن في عصر تغير المناخ، لذا إذا أردنا الحفاظ على مستوى معيشتنا علينا أن نغير كل شيء، بما في ذلك كل الأنظمة الأساسية، وهذا هو الهدف الذي نحاول تحقيقه من خلال هذا المشروع. في البداية لم يكن أندري يعتزم ترك المزرعة القديمة قائمة، كانت فكرته هي تبديل منزل المزرعة بمنزل خشبي يسهل تفكيكه، ولتوفير النفايات كان من المقرر إنشاء المزيد من المباني الإضافية من مواد الهدم، والتي ستكون أيضاً مجانية لجميع سكان الحي. حصل أندري على جائزة باوهاوس من الاتحاد الأوروبي للتصميم مع إمكانية الحصول على تمويل. في الأساس أردنا تفكيك المنزل القديم، ومن المواد المتاحة أردنا بناء مخزن الأدوات والدفيئة التي ستكون مرتبطة بالمنزل الجديد الخالي من النفايات. سيتم تصميمه بحيث يتم تفكيكه خلال 100 عام أو نحو ذلك. لكن الأمور سارت على نحو مختلف، فقد أغفل شرطاً صغيراً في عقد البيع يتعلق ببناء طريق يؤدي إلى ملكيته. كان يعتقد أنه بذلك سيخسر الجائزة. انهار كل شيء بسبب هذا الطريق الصغير الذي كان موجوداً هنا لمدة 25 عاماً. عندما تتحطم الأحلام، يكون المرء بحاجة إلى القليل من الوقت ليستجمع قواه. بعد ذلك بدأت أفكر، فأنا أحاول إنشاء منزل خال من النفايات دون أن أدرك أن المنزل خال من النفايات بالفعل. لذا أدركت أن الخطوة الأولى للوصول إلى مستوى الصفر من النفايات هي محاولة إبقاء الأشياء قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة. في النهاية قرر أندري أن يرمم منزل المزرعة بدلاً من هدمه. سمح له بالاحتفاظ بالجائزة، لكنه واجه مشكلات جديدة. في الطابق الأرضي تعتبر الجدران التي يبلغ سمكها 60 سنتيمتراً بمثابة عزل جيد، لكن العلية المهجورة فإن الشقوق تملأها. فهل لا تزال مادة الدعامات جيدة بما فيه الكفاية؟ لا يبدو لي أنها جيدة بما يكفي، لكنني أرى بعض الإمكانات المخفية هنا، وهذا سيتطلب منا الكثير من العمل.
وهل سيكون قادراً على تحمل تكاليف التجديد الشامل بالقرض الذي حصل عليه؟ أول شيء سنفعله هو إزالة قرميد السقف. بمجرد أن ننتهي، سنتمكن من فحص الهيكل بأكمله وما إذا كان لا يزال سليماً. هذا أكثر ما أخشاه. أخشى أن يكلفنا تجديد السقف كله الكثير، ثم نقول ليتنا هدمنا المنزل بأكمله. يقرر أندري فحص مواد البناء القديمة بدقة، مع التمسك برؤيته المتمثلة في إبقاء مواد البناء متداولة لأطول فترة ممكنة، مثل مياه الأمطار التي يريد جمعها ومعالجتها. ويريد أندري أيضاً أن تكون حدائق المزرعة القديمة مفتوحة لكل فرد في القرية، مثل الجارة فانيكا غراديشيك. التي لا تزال تتذكر المكان منذ أيام يوغسلافيا، عندما كان الجميع يجتمعون هنا. يريد أندري إحياء هذه الروح، لكن ما رأي فانيكا في خططه؟ أنا أؤيد كل الأشياء الصديقة للبيئة والعضوية ومنخفضة النفايات. هذا كل ما يعرفه جيلي على أي حال، من دون حتى أن يكون بتلك التسميات. لم يكن لدينا الكثير من المواد، وكان كل شيء في الحديقة يتم دون استخدام مبيدات حشرية أو مواد كيميائية. لقد كان كل شيء عضوياً. تقدر فانيكا التزام أندري بالمصلحة العامة. إنه يتحمل مخاطرة شخصية كبيرة من خلال مشروع التجديد الخاص به. وإذا لم يعد بالإمكان سوى توفير 20% فقط من الدعامات القديمة، فسيتعين تبديل هيكل السقف بالكامل، وسيكون ذلك خارج نطاق إمكانياته. لكن حماسته لم تنتقص. إذا ألقيت نظرة على التسلسل الهرمي للنفايات الصفرية، فسترى أن أفضل ما يمكنك فعله هو الاحتفاظ بالمواد الحالية بالشكل الذي هي عليه. لا يوجد شيء خاطئ في المنازل القديمة. لماذا لا نقوم بتحديثها وإعطائها مظهراً جديداً لعصر جديد؟ فشلت فكرة أندري الأصلية، لكن ذلك الفشل في الواقع منحه دافعاً للتقدم، ففي النهاية جعله ذلك يدرك أن التجديد هو شكل البناء الأكثر استدامة. إنه إدراك يحظى بدعم متزايد في المجتمع الأكاديمي، كجزء من مسابقة طلابية تشرف عليها أستاذة الهندسة المعمارية أنيتي هيليبراند. سيتم تجديد مصنع دانتي السابق بالقرب من فوبرتال. تنظر أنيتي إلى ما يقرب من 21 مليون مبنى في ألمانيا، تحتوي على 28 مليار طن من المواد باعتبارها مخزناً ضخماً. وبما أنه قد تم استهلاك كميات هائلة من الطاقة في عملية الإنتاج وحدها، فلماذا لا نستخدم ما تسمى الطاقة الرمادية؟ الأسلاك يغطيها الطين. أعتقد أن مواد البناء جيدة. كل هذا عبارة عن بناء قوي التحمل، سميك للغاية. ولدينا هذه الأسقف الرائعة هنا، مع أسلاك معلقة لدعم السقف المعلق. سأتركها كما هي لأنها تبدو جميلة. عند الفحص الدقيق، تبين أن مخزون المبنى أشبه بالكنز الذي ينتظر أن يتم اكتشافه. ومع فشل قطاع البناء بشكل مؤسف في تحقيق أهدافه المناخية، فإن إحدى الطرق لتجنب الانبعاثات هي الحفاظ على الموارد المبنية قيد التداول. قامت أنيتا هيليبراند بالتعاون مع خبراء آخرين بحملة من أجل وقف عمليات الهدم، منددة بممارسات الهدم الضارة بالمناخ. السبب الوحيد الذي يجعلنا قادرين على الجلوس في هذا المبنى القديم هو أنه مدرج في قائمة الحماية، وإلا لكان قد تم هدمه منذ مدة طويلة. هذا الوقف عن الهدم هو وسيلة للقول إننا بحاجة إلى إعطاء الأولوية للمباني القائمة. نحن نهدم المباني في وقت مبكر للغاية، وأصبح من الواضح أنه حتى أفضل المباني الجديدة فائقة العزل لا تزال تنبعث منها كميات أكبر من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالمباني القائمة المجددة بشكل سيء. وإذا كنا نعرف ذلك، فلا يمكننا أن نؤيد البناء الجديد. العودة إلى بورغنلاند. إنه منتصف شهر مايو، وقد بدأ بناء بيت الضيافة. كارولين وهولجر يوظفان أحد خبراء البناء بالقش في النمسا، وهو هيربرت جروبر. وهناك طاقم دولي على وشك البدء بالمهمة الأصعب، وهي صنع بالات القش الحاملة للأوزان. لكن بما أن المنزل ليس منزلاً سابق التجهيز، فالتصاريح لا تمنح إلا على أساس كل حالة على حدة. هنا اللبنات الأساسية للمنزل عبارة عن بالات قش مضغوطة. يا
سيتم سد الثقوب وتعديل الجدران وتجذيبها، إذ ستكون فيما بعد بمثابة الدعم الوحيد لسقف يزن عدة أطنان. كل بالة من القش لها حياة خاصة بها لأنها مضغوطة على نحو مختلف، وكل قشة فيها نمت بشكل مختلف أيضاً. لقد أصبحنا خبراء في التحدث إلى القش، إذ نقول له: إذا كنت لا تريد أن تكون هكذا فلنجرب الاتجاه الآخر. يوجد نحو 700 منزل من القش في النمسا، وحوالي 1000 منزل من القش في ألمانيا، وعشرة آلاف منزل من القش تقريباً في فرنسا. تتميز المادة بملائمتها للبيئة، فهي تجمع غازات دفيئة أثناء نموها وتستهلك القليل من الطاقة أثناء الإنتاج. ولأنها تكون مضغوطة ومفرغة من الهواء، لا تكون قابلة للاشتعال، خاصة إذا تمت كسوتها بالطين عدة مرات. قبل جائحة كورونا، كانت تكلفة منزل القش تزيد عن تكلفة المنزل العادي بنسبة 3%. ومن حينها هناك ارتفاع في أسعار مواد البناء الصناعية بالإضافة إلى عامل آخر. إن عملية البناء بأكملها تعتمد على الأشخاص الذين يوفرون لنا مواد البناء. لا يمكن ترخيص بالة قش من أحد الحقول وتحويل ذلك إلى عمل تجاري كبير. نحن نأتي بها من مزارع عضوي بالقرب من أنشتتن، ينتجها عند الطلب على مدار السنة. إنها متاحة، وقد أجرينا جميع الاختبارات، لكن لا يمكنني كسب الكثير من المال من هذا العمل. كما أن هذا النوع من البناء يعتمد أيضاً على العمل اليدوي بشكل كبير. بعد أن أكملوا بناء الجدار، تنتظرهم المهمة الأكثر تشويقاً. هل سيستقر السقف الذي يزن 7 أطنان؟ يبدو الأمر تجريبياً للغاية، وهو ما يرهق أعصابنا بعض الشيء. أنا واثق أنه سينجح. على الرافعة الآن أن توازن السقف بدقة. يجب أن يحمل السقف على الجدران بشكل متساو دون أن يترك أي منفذ للريح. في النهاية، السقف الذي صنعه نجار يبلغ من العمر 22 عاماً يلائم المنزل تماماً، أو إلى حد كبير. العصي تلامس حافة الجدران العلوية، لذا علينا القيام ببعض التجذيب التجميلي. الإضافة الأخيرة هي العين، التي ستسمح للضيوف المستقبليين بالاستمتاع بالنظر إلى السماء المرصعة بالنجوم. فيما بعد، سيتم إغلاق كل المنافذ بالقش والخشب وطبقة من البلاستيك، وإلا لن يكون السقف الصديق للبيئة مقاوماً للماء. النجار تغمره السعادة أيضاً. هذه هي اللحظة التي كنت أنتظرها طيلة الأسبوع، أن أرى السقف مستقراً أعلى المنزل أخيراً، حيث يمكنني النظر إليه من الأسفل، وأرى هذا الشكل الهندسي الرائع يتكشف بكل مجده وعظمته. هذا جنون. حتى الآن تسير أمور البناء في منزل الضيافة بشكل جيد. الوعي المتزايد بالمزايا العديدة للبناء باستخدام القش يصل ببطء إلى الجماهير، لكن لا تزال هناك عقبات هيكلية تجب مراعاتها. المواد الخام المتجددة والمستدامة في وضع غير موات حالياً، لأنه على مدى عشرات السنين دفعتنا الإعلانات إلى الاعتقاد بأن المنتجات الجديدة أفضل إلى حد ما، وأن المنتجات القديمة قد تتعفن أو تفسد. ليس لدينا جماعة ضغط تدعمنا لرفع الوعي والمضي قدماً. كل ما لدينا هو شركات مصنعة صغيرة تنتج مواد البناء هذه بمواد بناء متجددة، وهي بحاجة إلى دعم بالطبع. بالعودة إلى جاليتس، وبعد مرور 3 أشهر منذ التقائنا بأندري فيدرشيك، هو الآن يعلم يقيناً أنه سيكون قادراً على تجديد المنزل القديم. سيبقي على الدعامات القديمة، وسيقوم برفع السقف وتثبيت مكعب في الخلف. وساعده في ذلك أيضاً أن عمليات التجديد أصبحت أسهل مؤخراً عبر طلب خبير تقييم واحد فقط للمبنى.
نصحني بما يجب أن أفعله. سيذهب ويتحقق من المبنى بنفسه، وعندما يتأكد من أن كل شيء على ما يرام سيوقع الورقة ونبدأ بالترميم. لذا لست بحاجة إلى تصريح بناء، بل إلى رأي خبير بأن جودة المنزل ليست أقل من ذي قبل. في ألمانيا تدعو غرف المهندسين المعماريين الآن إلى وضع قواعد مماثلة، لكن هناك أشياء أخرى تزعج أندري بعيداً عن موقع البناء الخاص به، مثل مشاريعه الأخرى صفرية النفايات. كانت حاوية زيت الطهي هذه فكرته. هذا هراء، لا أصدق ما فعلوه. نحن نقوم بهذا المشروع بشكل طوعي بالمجان، نحاول أن نصنع خيراً من أجل المجتمع، لكن الحاوية مليئة بالبلاستيك. هذا سخيف. الشركة اللوجستية التابعة لوالدي أندري تتطلب اهتمامه، فهو مسؤول عن التخطيط لعمليات النقل إلى ألمانيا، وسيدير الشركة في المستقبل، لكنه لا يستطيع إخراج موقع البناء من ذهنه، لأن الأمور هناك على وشك البدء. الجزء الأبسط سيكون الانتقال إلى المنزل المؤقت. ستصبح الأمور أكثر تعقيداً عندما يفتح العمال السقف. هل سيتحمل الجانب الاستاتيكي 3 نوافذ جديدة ومكعباً خشبياً؟ بلمسة من السخرية، يحب أندري أن يصف نفسه بأنه منتقد للنظام الذي يستفيد منه. أنا متناقض في الأساس، وهذا واضح هنا أيضاً. فمن ناحية أحاول أن يكون لدي مشروع اجتماعي وبيئي للغاية، حيث يتم تضمين المشاعات في هذه الملكية. ومن ناحية أخرى، هذا لن يكون ممكناً إذا لم تكن لدي وظيفة في الرأسمالية التقليدية. الأزمة البسيطة التالية تأتي على شكل جدار، بالكاد يستطيع الأب رادوفان أن ينظر إليه. هذا الجدار مدمر. لست متفاجئاً، فكله ينهار بأي حال. ربما كان من الممكن أن يكون أسوأ، طالما أن غالبية المبنى تبقى على هذا النحو فلا بأس. أنا منزعج من أساليب ابني، ليس منه شخصياً، بل من أساليبه واستخدامه للمواد القديمة. أحياناً لا نتفق معاً على ذلك. إنه أمر معقد، وليس هنالك الكثير من التحسن. هذه الدعامة المتقاطعة التي أكلها الدود لا يمكن الإبقاء عليها. يكشف هدمها أيضاً عن مادة البوليسترين الحقيقية التي تعود إلى السبعينيات. إن عدم التأكد مما يجب فعله بها يعد ضربة موجعة لأندريه، لكنه وجد شركة ذات خبرة رغم ارتفاع الطلب على العمال المهارة في سلوفينيا. يرهقني التفكير كثيراً فيما يجب أن أفعله، وكيف أبدأ، وماذا أفعل بكل هذه النفايات؟ هذا هو شاغل الأكبر على ما أعتقد. نحن نحاول تفادي إنتاج الكثير من النفايات، لكن هذا أمر لا مفر منه أحياناً. لكن لا بأس، لدى العمال نظام. لكن هناك بعض الأمل في أعلى السطح، فالدعامات سوف تصمد. تتم إزالة القرميد القديم قبل تثبيت الدعامات، وبما أن أندري يريد تحويل نظام التدفئة إلى الطاقة الحرارية الأرضية على أي حال، فيمكن التخلص من المدخنة القديمة. صار لديه الآن مساحة عزل طبيعي تبلغ 40 سنتيمتراً. رفعنا الدعامات 12 سنتيمتراً إضافياً، صار لدينا الكثير من المساحة، وعززنا الهيكل بالكامل أيضاً. وفوق ذلك قمنا بوضع ألواح من ألياف الخشب، والفكرة هي ألا تكون لدينا وحدة تكييف هنا. وبالنسبة للجدران العمودية، فسنعيد استخدام هذا الخشب لإنشاء بناء أسفله، بحيث يمكن وضعه في الأعلى. لكن مشروعاً كهذا يظل مشروعاً كبيراً، ولا يكاد يكون خياراً لصاحب منزل عادي. تتعرض المدن الكبرى مثل ميونخ لضغوط كبيرة لتوفير المزيد من المساحة المعيشية مع حماية المناخ قدر الإمكان. الكلمة السحرية هنا هي إعادة التكثيف. يجب أن تكون المباني القديمة قادرة على حمل الإضافات الجديدة أو سيتم هدمها. هنا أيضاً يتم التركيز على مواد البناء بشكل متزايد. في العام الماضي وحده قامت جمعية الإسكان البلدية التعاونية ببناء أكثر من 1000 شقة، وفي نفس الوقت كان عليها أن تقوم بتجديد أحياء بأكملها، كما هي الحال هنا في راميرسدورف.
حيث سيكون الدور على المباني السكنية التي تعود إلى الخمسينيات. تتمثل فكرتهم في القيام بالأمور بشكل أفضل، فإذا كان الهدم هو الخيار الوحيد المتبقي يجب فحص مكونات المبنى وإحصاؤها مسبقاً. يسمى هذا التعدين الحضري، والفكرة منه هي التعامل مع كل منزل باعتباره منجماً للمواد الخام. يتم فحصه بحثاً عن مواد قابلة لإعادة الاستخدام أو قابلة لإعادة التدوير، ومن المهم أن يكون من السهل تفكيك هذه المواد، ولهذا السبب لديهم خبير مواد خارجي. من المنطقي أن الخشب معالج، لكن ما الطلاء المستخدم يا ترى؟ لقد طلي عدة مرات خلال الأربعين أو الخمسين عاماً الماضية. إذا كنت تقوم بالبناء من الصفر، فمن المنطقي أن تنظر إلى المواد التي يجب استخدامها أو تجنبها. يجب أن يبرر فحص المواد هدم المبنى أو على الأقل التعويض عنه إلى حد ما من حيث الطاقة، لكن ليس كل شيء قابلاً لإعادة التدوير. ليست هناك حاجة للتفكير مطولاً في هذه الأشياء. المبنى مليء بالمسامير المعالجة، وتتدلى منه أيضاً ألواح القاعدة الجصية. من الأفضل أن نحرقها ونستمتع بالدفء. عندما نقوم بتقييم قابلية المبنى للتحديث، عادة ما ننظر إلى الأسقف ذات الدعامات الخشبية على أنها خطر كبير. في دورة حياة تبلغ 50 أو 100 عام، يمكننا أن نفترض أننا سنواجه قريباً مشكلات في الاستقرار الهيكلي بسبب الدعامات الخشبية، وتكلفة استبدالها متفاوتة أيضاً. ومع ذلك، فإن التخلص من 74 مليون طن من نفايات البناء سنوياً يشكل مصدر قلق متزايد في ألمانيا. وبما أن الوقت هو جوهر الأمر، فمن المهم تقييم ما يمكن وما تجب إعادة تدويره في المستقبل قبل الهدم. هذه ليست الأفضل، لكنني سأعيد تدويرها مع النوافذ. كان هذا الإجراء بمثابة ممارسة معتادة في السابق. شيدت المباني في فترة ما بعد الحرب، عندما كان على الناس التفكير فيما يمكنهم إعادة استخدامه من الأنقاض لبناء شيء جديد. ونحن اليوم لا نملك خياراً أيضاً في ظل السياق الحالي لندرة الموارد. إنه يعمل الآن، يمكنك إزالته بالكامل. سيرغب أحدهم يوماً ما في استخدام باب جرار كهذا. على المدى الطويل، علينا أن نسأل أنفسنا أين يمكننا بناء مكب جديد للنفايات، أو أين توجد حاجة إلى مصنع جديد للمواد الخام، أو أي غابة يجب قطعها بعد ذلك للحصول على المواد الخام. وهنا يأتي دور التعدين الحضري، وهو النهج الذي نستخدم فيه ما لدينا بالفعل. هناك مهندسون معماريون مستعدون لبناء مبنى كهذا، لكن الخبرة والمهارات هي ما نفتقر إليه. بالنسبة لي هذه مسألة يسهل حلها، لكننا نعاني من عراقيل جنونية في الإمدادات، وأسعار البناء ارتفعت بشكل كبير لدرجة أن بعض المشاريع توقفت بالفعل. علينا أن نغير عقليتنا وما يرتبط معها من اللوائح والمبادئ التوجيهية وقوانين البناء، حتى تتاح لنا الفرصة لاستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير أو المواد التي يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى. نتج عن عملهم إعداد كتالوج لمكونات البناء يحتوي على معلومات حول المواد وتوفير الانبعاثات. سيتم استخدامه داخلياً في جمعية الإسكان البلدية التعاونية، وربما للمشاريع في الحي، لكن ذلك يتطلب ربطاً شبكياً جيداً، وهو ما يفتقرون إليه حالياً وسيزداد أهمية في المستقبل. يمكن استخدامه مرة أخرى لبناء جديد. إنه في حالة جيدة جداً في الواقع، ممتاز. لن نجد أفضل منه في المتاجر، سنأخذه كعينة للعرض. في المستقبل سيساعد ما يسمى جواز سفر موارد البناء، الذي سيصبح إلزامياً للمباني الجديدة على الأقل. لكن مصير المباني في هذه المنطقة السكنية قد تقرر، ستهدم لإفساح المجال أمام مبان خشبية أكثر ارتفاعاً وأوسع. معظم الناس لا يعرفون أن 90% من جميع المواد الخام التي نستخرجها هنا في ألمانيا، بغض النظر عما إذا كان مصدرها طبيعياً مثل الغابات أو الحصى أو نحو ذلك، 90% منها تتدفق إلى صناعة البناء والتشييد. الناس لا يعرفون عن كميات النفايات أو عن البصمة الكربونية نتيجة لذلك، والتي تصل إلى 40%. أرى أنه من المهم أن يستقصي الناس عن هذه الحقائق، لأنها تهدد بيئتهم الخاصة. نحن نردم على 200 كيلومتر مربع في السنة.
وإذا فكرنا في الأمر جيداً وهي فكرة جيدة عادة، فيمكننا أن نتخيل أن ألمانيا مغطاة بالخرسانة بأكملها. في بورغنلاند تتعمد كارولين وهولجر البناء من دون استخدام الخرسانة ومن دون قبو. بعد 3 أشهر من بناء بيت الضيافة حدث الكثير، إذ قاما بكسو جدران القش بالجس وإجراء التصحيحات وحظيا بالراحة إلى حد ما، لكن كل هذا إلى جانب تنظيم السقف الأخضر كلفهما الكثير من الجهد، لذا قررا تأجيل بناء المنزل الرئيس إلى العام المقبل نظراً لعدم تمكنهما من الالتزام بالإطار الزمني الأصلي. شعرنا بأن ذلك سيكون مرهقاً وشاقاً للغاية علينا، لذا اتخذنا القرار الصائب. على المرء أن يضغط على نفسه أحياناً، علينا إحكام إغلاق السقف قبل حلول فصل الخريف، لذا يجب أن نستغل الوقت. اتفقا مع أحد الحدادين لكنه تخلف عن الموعد، والحدادون الآخرون طلبوا أجراً باهظاً. الآن عليهما بناء نظام حماية مانعاً للانزلاق للسقف الأخضر. إنهما يعرفان أن أساس المنزل يجب أن يكون مانعاً لتسرب الماء كالسقف. تعين عليهما إصلاح الجس المحيط بالباب الأمامي، والخزائن التي صممتها كارولين يجب أن تثبت فوق دعامات الخشبية، لأن تثبيتها على جدار القش مباشرة قد يعرض الجانب الاستاتيكي للخطر. حالياً يتمركز مكتب هولجر في منطقة المطبخ المستقبلي، وفي مرحلة ما سيضعان مدفأة تعمل بالحطب وحماماً في المنزل. سنصمم هنا غرفة استحمام بـ3 أنابيب للكهرباء والماء والتصريف، وسنضع المرحاض تحت النافذة حيث التهوية جيدة، لكن مرحاض السماد لا يبعث رائحة كالمرحاض العادي، لذا سنرى. يريدان لاحقاً إنتاج الكهرباء والحرارة باستخدام الخلايا الكهروضوئية والطاقة الشمسية الحرارية، ولدى هولجر شغف مكتشف حديثاً وهو الزراعة المعمرة، وهي فلسفة تعني العمل في دورات في الحديقة أيضاً، فهذا يساعده على استعادة نشاطه لينجز آخر خطوة في بناء السقف. نهاية أكتوبر في جالتس، لقد حدث الكثير في منزل أندري أيضاً، إذ بلط السقف وبني المكعب الجديد وثبتت نوافذ جديدة. كان من المفترض أن تبدأ شركة هامكريت بالعزل قبل 2 أسابيع، لكن العمال اضطروا لإزالة طبقات من الأتربة من العلية بصورة غير متوقعة، كما أن أندري احتفل بمناسبة مهمة وهي عيد ميلاده. نظم الأصدقاء حفل عيد ميلاد كمفاجأة لي، فأحضروا لافتة كبيرة مكتوب عليها باللغة السلوفينية: هل تبقت لديك أي مواد أخرى؟ وهي طريقتهم لتنبيه إلى مقدار المواد التي أهدرناها في المجتمع. هذا أمر لا يمكنني تجاوزه بسهولة، فالناس هنا يسخرون مني، لكنهم يفعلون ذلك بطريقة جيدة لأن هذه حقيقة في النهاية. تمكن أندري المولع بالمواد أخيراً من جذب إحدى الشركات السلوفينية القليلة التي تعمل في مجال العزل الطبيعي لاستخدام مادة القنب على وجه الدقة. هذه المادة المركبة تتكون من الطبشور والقنب والماء فقط، يرش هذا الخليط مقسماً على الجدران والأرضية حيث يتصلب. التوازن البيئي جيد للغاية بفضل الحد الأدنى من متطلبات الطاقة، ربما لهذا السبب تجتذب الصناعة عمالاً جدداً. مهنتي الأساسية هي مربى في الروضة، لكنني فكرت في أنه سيكون من الأفضل لي أن أعمل في مجال البناء الطبيعي، فأنا أحب ما نفعله لزبائننا وللبيئة أيضاً. يضمن العزل باستخدام القنب مناخاً داخلياً ممتازاً، فعلى عكس البوليسترين يمكن للجدران أن تتنفس. تأتي مادة القنب من هنغاريا، مع أنها كانت تزرع في سلوفينيا أيضاً. في يوغوسلافيا سابقاً كانت تزرع أكبر كمية من القنب في العالم لكل متر مربع، لكن ذلك توقف بعد أن حصلت البلاد على الاستقلال. للقنب سمعة سيئة لأسباب أخرى مختلفة. في ألمانيا مثلاً قد تكون هناك صناعة قائمة على القنب، لكن هنا لا يزال الأمر في بدايته، لذا هذا هو مستقبل البناء في رأيي. إلى جانب فوائد القنب في العزل، فهو يتمتع بعزل ممتاز للصوت، لكن الشكوك تراود أندري. لقد أراد بناء منزل خال من النفايات، لكن لم يحدث ما خطط له.
فقد اتضح أن بناء أندريا عبارة عن مزيج من تقنيات البناء القديمة والحديثة مع الكثير من المواد الصديقة للبيئة. يقدر أندريا التكلفة الإجمالية للبناء ب 200,000 يورو، أي أقل بكثير من تكاليف بناء جديد. فهل فكرته عن صفر نفايات فشلت؟ لا تزال الفكرة حية، إنها موجودة ومطروحة دائماً، والآن وصلنا إلى المرحلة التي يتعين علينا فيها إنهاء كل شيء ببطء. آمل أن أظهر ما أفعله كمثال جيد لكيفية القيام بالأشياء بشكل مختلف. أعني نعم، نتج عن مشروع نفايات، لكن من ناحية أخرى كان من الممكن أن تكون كمية النفايات أكثر بكثير، لأننا تركنا الكثير من الأشياء في حالتها الأصلية، والفكرة تتغير مع الوقت، لذا هذا تحد مثير للاهتمام. علينا أن نفكر في الدورات، في النظام بأكمله. يجب أن نرى أنفسنا كجزء من الدورة الطبيعية مرة أخرى. نحن نشتري أشياء عديمة الفائدة، والأمر نفسه بالنسبة لمواد البناء، فلدينا الكثير منها والتي لا نستفيد منها وتسبب لنا مشكلات ستدفع الأجيال القادمة ثمنها. وكما ندفع الآن ثمن استخدام الأسبست، الجيل القادم سوف يدفع ثمن استخدام مثبطات اللهب، والذي يليه سيدفع ثمن استخدام المواد متعددة الفلوروكليل. لذا يجب أن يتوقف هذا. كان ذلك نهج التفكير في مدينة كورباخ أيضاً عند التخطيط لبناء مبنى بلدية جديد. إنه مبني من مواد الهدم من مبنى منخفض الارتفاع يعود تاريخه إلى السبعينيات. تم تطويره بواسطة آنيا روزن، الخبيرة في البناء الدائري. الواجهة والجدران مصنوعة من الخرسانة والطوب القديم الذي جرى فرزه وإعادة تدويره في مكان قريب، ويطلق على تلك العملية اسم إعادة تدوير الخرسانة. هذا يعني أن المبنى ينتج انبعاثات أقل بنسبة 7% من الخرسانة التقليدية، وفيما يتعلق بالتخطيط الحضري فهو يتناسب بشكل أفضل مع مبنى البلدية التاريخي. إن موضوع إعادة تدوير الخرسانة موجود منذ أكثر من 20 عاماً، لكن نادراً ما يطبق. ربما نشأت الحاجة إليه أخيراً مع ندرة مواد البناء. نحن ندرك أننا بحاجة إلى تغيير سلوكنا، لذا نحاول استعادة الموارد من مبنى قديم موجود لبناء مبنى جديد. تعتبر الخرسانة قاتلة للمناخ، إذ يعتمد إنتاج الأسمنت على استهلاك الطاقة والانبعاثات بشكل مكثف، وانخفاض استخدام الأسمنت يوفر موارد قيمة. أنا أبحث عن قطع الطوب هذه في الواجهة التي تجعل التعدين الحضري مرئياً هنا في البناء. ينظر التعدين الحضري إلى المدينة باعتبارها مستودعاً للمواد الخام، وكان هذا أول مشروع تعدين حضري في ألمانيا. البناء للمستقبل يعني أيضاً التفكير في التخلص من النفايات في المستقبل، وهو ما يكون في مرحلة التخطيط أو يلغي الحاجة لها حتى. كلما كان من السهل فصل المواد كان ذلك أفضل. وفيما يتعلق بالمهارة العملية، هذا يعني أن التوصيل والشد سيحلان محل اللصق والربط، كما هي الحال هنا على السطح مثلاً. من أجل التفكيك لاحقاً والذي نأمل أن يحدث في المستقبل البعيد خلال 100 أو 200 عام أو أكثر، فقد تأكدنا من قابلية المواد للفصل حسب النوع. وهكذا على سبيل المثال، يمكن للأجيال القادمة الاستفادة من لوح الزنك هذا واستخدامه في صنع منتجات جديدة. طورت أستاذة الهندسة المعمارية أنيا روزن أداة رقمية تقوم بقياس وجمع الانبعاثات والمواد وقابلية إعادة التدوير لمكونات البناء، وتعرف باسم مؤشر التعدين الحضري، الذي يساعد المخططين على تقييم التأثير المناخي للمواد بشكل أفضل، وكذلك إمكانية إعادة تدويرها. هناك الكثير من ضوء النهار والمواد الطبيعية والخشب الدافئ والخرسانة النقية. للهندسة المعمارية تأثير بالغ على البيئة، كما أنها ضرورية لضمان استمرار المباني لفترة طويلة، وهي متعددة الوظائف والناس يحبونها، وسكان كورباخ يحبون مبنى البلدية الخاص بهم، والذي يساهم بشكل كبير في الاستدامة لأنه سيدوم طويلاً. ومع ذلك لا يزال البناء المراعي للبيئة يعتبر ترفاً ومكلفاً للغاية في كثير من الأحيان، ومن الضروري إعادة تقييم التكاليف الحقيقية للمبنى. لا ينبغي النظر في الاستثمار في مشروع البناء فحسب، بل يجب أن تكون تكاليف التأثير البيئي للمواد مرئية أيضاً، بدءاً من إنتاجها وحتى هدمها والتخلص منها. الجيد في مؤشر التعدين الحضري هو أنه يمكننا الآن من قياس الدائرية. غالباً ما يدعي الناس أن البناء المستدام أكثر تكلفة، لكنني أعتقد أن البناء غير المستدام أكثر تكلفة بشكل عام. ومع مؤشر التعدين الحضري صارت لدينا الآن أداة لقياس الدائرية وإقناع الناس بأرقام بسيطة. ولجعل ذلك ممكناً،
أجرت أنيا روزن بحثاً ميدانياً دام 5 سنوات، حيث أخضعت للفحص الجدران والمواد وأنظمة التدفئة، وحسبت كمية الطاقة والغازات الدفيئة وإمكانية إعادة التدوير المتضمنة فيها، وتلخص ذلك في إنشائها لموسوعة إعادة التدوير بتكاليف محددة. أجرينا حسابات حيث قمنا بمقارنة الإنشاءات التقليدية مع الإنشاءات القابلة لإعادة التدوير. عندما أنشأنا موسوعة إعادة التدوير، استعنا بمقاول هدم لحساب التكاليف الفعلية من حيث التفكيك والتخلص من النفايات بعد ذلك. قمنا بذلك لثلاثة مشاريع، وفي هذه المشاريع الثلاثة تبين أن المشاريع المراعية لإعادة التدوير أو المشاريع المغلقة كانت أكثر اقتصاداً على المدى الطويل. لكن من لديه هذا النوع من التفكير طويل الأمد؟ المطلوب الآن هو وضع سياسة تعمل على توحيد هذه الأدوات والترويج لها بطريقة هادفة. في بورغنلاند وقعت كارثة. لم يتوقف المطر، وقد كان من المفترض أن يصل أحد الأخصائيين بالأمس للمساعدة في تركيب الغطاء البلاستيكي للسقف الأخضر، لكنه لم يأتي. الماء منعش على الأقل. لم يأتي الأخصائي، والآن على هولجر وكارولين أن يضعا الغطاء بنفسيهما. أمضي الليلة الماضية في مشاهدة العديد من مقاطع الفيديو التعليمية لتلك المهمة. يجب أن تكون الطبقات جافة. علينا أن ننتظر حتى صباح الغد ونرى كيف سيكون الطقس. مرحباً. عليهما الانتظار والدعاء بأن يتحسن الطقس. انظر إلى تلك البقعة الكبيرة، ربما ستختفي. هذا هو موقعنا. يصفو الطقس بعد ساعات قليلة، ويأتي منسق الحدائق ليو للمساعدة، فهو يريد التعرف على الأسطح الدائرية. تعمل الأسطح الخضراء على مكافحة العديد من تأثيرات تغير المناخ من خلال تخزين مياه الأمطار الغزيرة على سبيل المثال. تعتني كارولين بالنباتات الصغيرة مع والدها، لقد زرعت مسبقاً وسيتم وضعها على السطح لاحقاً. نحن نكبر مع الحديقة وإنجاز المهام نوعاً ما، وهذا يشعرنا بالرضا. نحتاج أحياناً إلى أشياء ربما لا تكون مستدامة بالكامل، لكن بدلاً من لوم أنفسنا على ارتكاب الأخطاء، علينا التركيز على كيفية التحسين. في حالتنا، علينا إغلاق سقفنا الأخضر بطريقة ما، فهذا منزلنا الذي نعيش فيه. لذا نعم، يمكن للجميع التركيز على تحسين أنفسهم، وهذه هي رسالتي لكل سكان العالم. Thank you.